ارحمني يا أرض جديدة بلبنان رح تكون محط أنظار اللبنانيين والمؤمنين بكل أنحاء العالم، وتحديداً بمنطقة غسطة على جبل الرحمة، حيث رح يتم وضع أكبر تمثال للسيد المسيح بالشرق الأوسط. الأب جان بو خليفة فكر، كشف على المحل، قرر ونفذ. فكيف إجت فكرة التمثال؟ من روحانية المنسيين والعمل معهم ولدت فكرة نعمل شيء بخص الرحمة. كنت فكرت أعمل تمثال للعذراء مرتفع بالهواء، كأنه مش معلق بشيء إلا بحبال الهواء، مثل المنسي اللي معلق بحبال الهواء، تتكون العذراء هي مريم أم المنسيين، وحطوا على الجبل عندنا هون التمثال. فأبونا كبير بالعمر جمعيتنا قال لي لا، نعمل تمثال للرحمة، لأن الرحمة الإلهية هلأ جماعاتها عم تكتر بلبنان. قال لي بيرجان عقيقي، قال لي شو ناطر لتبلش؟ قلت له ناطر إشارة. قال لي ما عرفت أن البابا أعلن سنة الرحمة الإلهية؟ لا بس كثير حلو، يعني خلص اجت الاشاره، ما عرف شو عندنا اكثر من هيك بعد الاشاره. هالمكان المقدس الجديد بخلي الزائر يندمج مع حاله ومع الله. وبيوصل لهون في بيت يوحنا بولس الثاني، رح يكون فيه ذخائر بابا يوحنا بولس الثاني اللي جابهم ابونا ميلادس ايام، ورح يكون في عنا شابيل الرحمه مطرح ما القعده عم تنعمل. تحت التمثال بيكون فيها القربين مصمود، ولقدام شوي فوق على عالي الكنيسة الثانية، الشابيل الثانية هي شابيل القديسة فوستينا. تمثال السيد المسيح اللي رح يتربى على أحد تلال كسروان بيتميز بأمور عدة. فكرة أنه يكون عم بيبرم التمثال على الساعة 3 وبيضوي، بيطلع شعاعات الرحمة من قلبه، وعلى الساعة 6 وعلى الساعة 9 هو رح يتحددوا أكتر كمان لقدام يعني. فإيه رح بيكون تمثال اللي بيبرم لحتى يعني هاي الفكرة بتساعد أنه الناس يقدروا يتحمسوا يقولوا فيه مظلة، هني بيجوا لهون وبيعلقوا برحمة ربنا وطيبته ومحبته. على هيدا القعدة بجبل الرحمة الإلهية بمنطقة غسطة دار الكرام رح يتربع تمثال السيد المسيح بطول 12 متر بعد جهد دام سنين، وبهالخطوة بيكون لبنان شارك بيوبيل الرحمة اللي دعا لإله البابا فرانسيس ليبقى بلد القداسة والإيمان. عباس فقيه، ستيفاني راضي، تلفزيون نشرة.